ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحلى ناس في الدنيا؟ ورجعت لكم تاني بفيديو جديد عن فيزا إلى كندا. دي يا جماعة شركة كندية تطلب موظفين لخدمة كبار السن، ولكن يشترط أن يكون متحدث للغة الإنجليزية ولو بنسبة 50%. لازم بتكون بتتكلم إنجليزي، لهم في مقابلة على موقع سكاي بي بيختبروك. يا جماعة دي شركة كندية مقرها كندا، عاوزة ناس ذو خبرات تهتم بكبار السن، ولكن لازم يكون معاك شهادة في نفس التخصص لمدة 3 سنوات، لمدة 4 سنوات. المهم يكون معاك شهادة بتثبت ان انت مارست المجال ده قبل كده واشتغلت بيه. الإقامة عليهم يا جماعة، والتأشيرة عليهم، وده سكر الطيران عليهم. انا حاسب لكم الموقع تحت، ولكن بشروط يا جماعة. الشركة طالبة شروط، لازم الشهادة دي تكون موثقة ومختومة من وزارة الخارجية في بلدك. جاهز الايميل بتاعك، وفي مقابلة على ايميل اسمه سكاي بي، يعني في مقابلة مع اصحاب الاعمال على سكاي بي، تقدر تتكلم معاهم ويتكلموا معاك ويشوفوك. الشركة محتاجة اصحاب الكفاءات اللي اشتغلوا في المجال ده اصلا قبل كده. ده سكر الطيران عليهم، والتأشيرة عليهم، والإقامة عليهم. بديكوا إقامة لمدة سنة وممكن تتجدد تاني. أهم حاجة إنك تكون بتتكلم لغة إنجليزية ولو 50%، مش مهم اللغة الفرنسية، أهم حاجة لغة إنجليزية ولو 50%. لو بتكلمش إنجليزي ما تقدمش على الموقع، لازم تكون بتتكلم لغة إنجليزية 50%، لأنهم في المقابلة هيختبروك، في المقابلة على سكاي بي هيختبروك، فأنت لازم تكون بتتكلم لغة إنجليزية 50%. هتخش الموقع معايا دلوقتي وتعبي جميع بياناتك كاملة، وتحط ايميل سكاي بي اللي هتكون عليه المقابلة. لو ما عندكش ايميل سكاي بي اعمل ايميل سكاي بي، واللي ما يعرفش ايميل سكاي بي هو زي الواتساب، اتصال فيديو، ولكن بيعتمد من طريق الشركات. وزي ما انتم شايفين دخلنا على الموقع، ماشي اهوت، هتنزل تحت وتضغط على اتصل بنا، اتصل بنا، تضغط عليها هيجيب لك ابلكيشن تعبيه كامل. تعبي الابلكيشن ده كامل، انا ممكن اعبيه معاك عادي يعني، ماشي. اين تعيش واسمك وجنسيتك، بياناتك كاملة، ده يعتبر سيرة ذاتية، ماشي. وبعد ما تخلص هتعمل ارسال، ماشي. ده في الايميل وبياناتك ورقم تليفونك وكل حاجة. ده الايميل هيوصل لاصحاب الاعمال مباشرة يا جماعة، وهيتصلوا بيك ان شاء الله لو محتاجينك. السلام عليكم. اللي ما يعرفنيش، انا علاء الدسوقي، مصري عايش في امريكا الجنوبية. اشتركوا في القناة حلف في العالم.